هذا المكان طبعا تابع للأنوروا، المكان اللي اليهود بتقول لك هذا مكان إيواء والله نص محمد آمن، لكن زي ما أنت شايف في هذا الدمار مش آمن. اليوم قصفوا بدون سابق إنذار بتاتا، قصفوا على رؤوس المدنيين، لا يوجد مقاومين، لا يوجد مسلحين، بل دمروا هذا المكان فوق رؤوس المواطنين المدنيين العزل، أطفال ونساء وشيوخ. ما يفعله الاحتلال هو تدمير فقط لا غير، هو بده يقتل المدنيين، بده يقتل الأطفال، بده يقتل الرجال، بده يقتل النساء، بدوش غزة بالكامل. هو بس بقول لك احنا نقتل المقاومين، قد قتلنا، قد قصفنا، قد هو يقصف المدنيين بس، فقط هذا هو اللي بده اياه، اللي بده اياه ان يقتل اهل غزة بالكامل. هذا ما تعرف